السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. أهلا بيكم في فيديو جديد من رياضيزيا. هنتكلم النهاردة على تكملة لموضوع الكومبلكس. ديت الفيديو الثالث أو ده الحلقة الثالثة. موضوع مهم جدا بالذات بتاع النهاردة، تحس إن احنا بدأنا نتعمق شوية، شوية مفاهيم لازم تكون عارفها، هنستعملها قدام. تمام، و يلا بينا نبدأ. أول حاجة لازم تكون عارفها قبل ما أبدأ، الرسمة اللي قصادك ديت. الرسمة اللي قصادك ديت ما بين إيه؟ ما بين محور تي وزد أوف تي. يعني إيه معنى الكلام دوت؟ يعني كل ما التي تاخد قيمة قصادها على الزد هيكون في قيمة. يعني إيه؟ يعني لو التي هنا مثلا وليكن بتي نوت، أول حاجة تي نوت، تمام؟ يبقى على الزد هيكون مسميها زد نوت. ايه معنى زد نوت دي؟ دي اللي هي اكس نوت بلس اي واي نوت. طيب ايه هي الاكس نوت؟ اللي هي اكس اوف تي نوت. طيب الموضوع كده كبر، تعالى بقى واحده واحده وبالراحه. عندك معادله لازم تكون عارفها كويس قوي. المعادله اللي انت المشهوره عندك اللي هي كانت زد ايكوال، المعادله دي هكتبها لك. بص دي اللي انت عارفها، زد equal x plus i y، دي انت عارف ده شكل ايه؟ complex number، مظبوط؟ طيب ايه اللي حصل ما بين ده ودوت؟ عدينا بارامتر، يعني لكل number من دول بقى function في بارامتر تاني، فبقت دي كده ما تتقالش عليها number، بقت دي كده function، دي كده function في التي، ودي كده function في التي. يعني كل ما التي تاخد قيمة الزد يبقى ليها قيمه، كل ما التي تاخد قيمه الزد هيبقى ليها قيمه. طيب لو التي اخذت تي نوت يبقى الزد هتكون شكلها عامل ازاي؟ هتكون اكس اوف تي نوت زائد اي واي اوف تي نوت اللي انا مسميها زد نوت. نفس الكلام لو تي 1 هسميها زد 1، لو تي 2 هسميها زد 2، وهكذا لحد التي ان او كابيتال تي، ساعات بنسميها كابيتال تي، هيبقى ليها قيمه اسمها زد ان. تمام؟ حلو قوي. طب ايه بقى الرسمه اللي انت دوشنا بيها دي وبدات بيها الموضوع وقلنا مهمه؟ الرسمه دي هتفتح لك موضوع مهم جدا دلوقتي هنبدا فيه، وهو السيت اوف اركس. سيت اوف اركس اللي هي مجموعه كده من الاركس. تعريفات لازم تكون عارفها، مهمين جدا. اول مفهوم عندك هو الجوردن كيرف. هو جوردن كيرف ايه؟ هو جوردن كيرف، تعالى كده نقراها بالراحه وبعدين نشرح. بيقول لك جوردن كيرف هو given by، بيجي عن طريق المعادلة ديت. المعادلة اللي قصادك دي اللي احنا اتكلمنا عنها في بداية الفيديو، ال z of t equal x of t plus i y of t. وال t دوت بقول لك ماشية معاك من أول ال t نوت لحد كابيتال t، صح؟ من أول ال t نوت أهي لحد كابيتال t. إيه كابيتال t دي؟ اللي هي t n. يبقى الكابيتال t ديت اللي هي t n. without multiple point، هنا بقى نركز مع بعض شوية. في مفهوم جديد لازم نفهمه ونفصص التعريف حته حته. يبقى دلوقتي عرفنا ان الجوردن كيرف، ان جوردن كيرف هو كيرف جيفن باي الايكويشن ديت، تمام؟ وبشرح لك ان التي بتيجي من تي نوت لتي وزاوت مالتيبل بوينت. يبقى دلوقتي عايز اعرف تعريف المالتيبل بوينت. مالتيبل بوينت هي نقطه بتقدر تحققها على الكيرف by more than one value. يعني النقطة ديت one value of t طبعا، يعني أقدر أجيب النقطة دي مش يعني بأكتر من قيمة للt. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو عندك كيرف بالصورة ديت، كيرف مرسوم مثلا بالصورة دي، تمام؟ الكيرف دوت، الكيرف ده وليكن دي كده البوينت، بوينت ديت تقدر تحقق النقطة دي بالكيرف دوت. نفس الكلام بالكيرف دوت، يبقى في الحالة دي النقطة بتتحقق مرتين تتسمى دبل بوينت، يعني بتتحقق على الكيرفين، تمام؟ تتسمى دبل بوينت. طب لو اترسمت بقت شبه المنظر ده كده، ادي واحدة، ادي الثانية، وادي الثالثة. طبعا كل ده ليه تكملة كده، دي كده تتسمى تريبل بوينت. يبقى دلوقتي تعريف المالتيبل بوينت، ايه هو تعريف المالتيبل بوينت؟ المالتيبل بوينت هي نقطة، تمام؟ بقدر اجيب قيمتها على الكيرف باي مور ذان وان فاليو. طب واحد يقول لي طب ما عادي
طب ما انا الكيرف اللي قصادك دوت اقدر اجيب النقطه باي مور ذان وان فاليو. مستحيل. ليه؟ لان لو التي اخذت تي نوت هيبقى قصادها قيمه واحده فقط ما فيهاش جدال زد نوت. يعني كل ما تدخل قيمه للتي قصادها قيمه للزد، جايه منين؟ جايه عن طريق المعادله دي. لو انت تحط التي بتي نوت خلاص يبقى دي زد نوت، تحط التي بتي 1 يبقى دي زد 1، تحط التي بتي 2 يبقى دي كده بنسميها اختصار كده زد 2. يبقى دلوقتي الكير المعادله ديت ليها خاصيه مهمه قوي، ان لو التي 1 مثلا لا تساوي التي 2 دوت يدينا ايه؟ السهم دوت اللي هو امبلايز ايه بقى؟ ان الزد 1 زد اوف تي 1 يعني لا تساوي الزد 2. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام دوت ان بتتسمى 1 تو 1، العلاقه دي بتتسمى 1 تو 1، يعني لكل قيمه للتي قصادها قيمه للزد. يبقى دلوقتي عايزين نلخص بقى ونقول تعريف جوردن كيرف. جوردن كيرف هو كيرف جيفن باي الايكويجن اللي قصادك ديت، ولازم ترسم الرسم يعني توضح له الموضوع وتقول له ان التي دي ماشيه من تي نوت لكابيتال تي وزاوت مالتيبل باي، شبه الكيرف اللي قصادك. طب حلو قوي، حلو اتشرح والدنيا تمام. تعالى كده كمل معايا وارسم لك الرسم هنا تاني. جوردن كيرف دوت بيطلع منه تعريفين معتمدين عليه، معتمدين على جوردن كيرف، عشان كده عامل لك الخريطه دي. يبقى دلوقتي عندك جوردن كيرف اهو، وفي تعريفين معتمدين على جوردن كيرف. التعريف الاول، ركز معايا ما تقلقش هتحس العمليه بتوسع بس هتفهمها. التعريف الاول هو ريكتيفايبل ارك. ايه هو ريكتيفايبل ارك؟ هو جوردن كيرف، عشان كده رحت انا طلعت لك سهم من جوردن كيرف. طيب ماله بقى جوردن كيرف ومطبق عليه شويه خواص؟ يبقى ما كانش هينفع اعرف لك الريكتيفايبل ارك قبل ما اعرف جوردن كيرف. تمام، دلوقتي احنا بقينا على نور يعني وفاهمين العمليه. يبقى الريكتيفايبل ارك هو خلاص جوردن كيرف. ليه كام خاصيه؟ ليه ثلاث خواص. الخاصيه الاولى تحس ان هي تقليديه قوي، بيقول لك لكل زد نوت وزد 1 وزد ان اللي هم جايين عن طريق التي التي نوت والتي 1 والتي ان، الشرط بتاعها ان التي نوت تكون اقل من التي 1، تكون اقل من التي 2، تكون اقل من التي ان. ايه الكلام دوت؟ يعني بيقول لك اطلع تاني على الرسمه، بيقول لك لو انت عندك زد نوت يبقى دي اكيد مقابله للتي نوت، لو عندك زد 1 يبقى اكيد جت عن طريق التي 1، لو عندك زد 2 يبقى اكيد جت عن طريق الزد 2 إيه سوري التي 2، لو عندك زد ان يبقى اكيد جت عن طريق التي ان. ايه بقى الشرط اللي عايز يقوله؟ ان تكون التي نوت اقل من التي 1، اقل من التي 2، بحيث ان هي مونوتونيك انكريزنج. تمام، يعني في الزياده، يعني المحور كده بيكون في تزايد. مظبوط، وده فعلا اللي متطبق على الشكل بتاعه، يعني كانه بيعيد الصياغه تاني بتاعت جوردن كيرف. جميل، بيقول لك البلوجنال جيفن باي اس ان عباره عن سميشن زد ار ماينس زد ار ماينس 1، والسميشن ده ماشي معاك من ان بواحد، مش ان دي ار، يعني دي كده صلحها، دي هنصلحها دلوقتي وتتعمل ار، نصلحها حلا، دي كده مش ان، دي كده ار، من ار ار ماشي معاك من واحد لان. بص دي عشان تفهمها بكل سهوله، حط الار بواحد، لما تيجي تحط الار بواحد هيديك ايه؟ هيدي لك زد واحد ماينس زد نوت، صح؟ بس والعداد ما فيش عداد كده، ما انت لسه الار ماشي معاك بواحد، والاس دي مش هتبقى اسمها اس اس ان، هتبقى اسمها اس واحد. يبقى الحمد لله جبت انت كده الاس واحد هو الطول من زد 1 لزد نوت. تمام، يبقى ده كده الطول، الطول البولوجنال ده شبه الاطوال، يعني الاطوال ما بين النقط هيكون عباره عن زد 1 زد نوت. ايه هو الحته، ايه هو دوت؟ دي الحته بتاعت الاس 1. طب تعالى كده اطلع معايا على الرسمه بسرعه، بص على الرسمه. الاس 1 هو فعلا الطول من نقطه زد 1 لحد زد نوت. طب حط الان ب2، حط الان ب2، هيبقى عندك حتتين زد 1 ناقص زد نوت، دي كده الحته الاولى، زائد زد 2 ناقص زد 1. تمام، انت العداد هيمشي معاك مره الارب 1، سوري مره الارب 1 ومره الارب 2. لو الارب 1 خلاص عملناها يبقى زد 1 ماينس زد نوت، ادي كده حته، زائد طبعا القيمه الموجبه ليهم، زائد زد 2 ماينس زد 1، يبقى كده حتتين، ودي هيبقى اسمها ايه؟ اس 1 بلس اس 2. تعالى كده اطلع معايا الحته بي، لما الان ب2 يبقى هما الحتتين دول، الحته الاولى اهي هعملها لك كده بقلم احمر، الحته الاولى اهي
اهي دي كده ودي الحته التانيه. ايه المنظر اللي هو مش اللي بالاحمر اللي بالاسود ده؟ بالاسود الخط ده، ده هو البلوجن الاولاني اللي هو الاس 1 المساري الاولاني، ودوت كده الطول المسار الثاني وهكذا، وده الاس 3 وهكذا لحد الان. طب لما انت جبت حطيت الارب واحد يبقى جبت الحته الاولى ما بين النقطه الاولى والنقطه الثانيه، تمام؟ عشان بادئ بزد نقطه فبتقول الاولى على طول. لو حطيت الارب 2 يبقى جبت ما بين ايه بقى؟ ما بين الاولى الزد نقطه وزد 1، وما بين الزد 1 والزد 2 وهكذا، لان انت في سمشن فبيجمع كل الاطوال دي. هتفضل ماشي لحد الارب ان، هتقعد تجمع الحتت دي كلها اس 1 واس 2 واس 3 لحد هنا كده، المفروض اكتب لك اس ان. اس ان اللي هو الطول ده، جمع انت بقى الاطوال دي كلها بيقول لك هيكونوا ايه دوت طول الكوس. طب لما انت تيجي كده بص، هتيجي تجمع الاطوال دي كلها هيتجمعوا مع بعض، بص هتبقى انت عامله كده الاطوال، عامله كده عامله كده عامله كده، تحس ان انت يعني تحس ان مش هي مش العمليه مش سموث، شبه الكيرف المرسوم صح متقطع صح. طب امتى تكون سموث قوي؟ كل ما تزود عدد التكسيرات اللي في الكيرف معايا. طب الحركه دي بتتعمل ازاي بالرياضه؟ ده اللي هو بقى الشرط الثالث، يقول لك الشرط الثالث لو انت الان ديت ماشيه معاك للملا نهايه هيدي لك ال اللي هو هيكون لينس اوف ارك صح. لو انت عمال تزود الان فالتكسيره ديت هتكون واضحه اكتر، مش هيكون في نسبه الايرور الكبيره دي. هتقعد تزود الان تزود الان تلاقي العمليه بقت ماشيه معاك سموث، هيديك كل الخط اللي انا عمال اشاور عليه ده تمام، وهيكون هو دوت طول الكوس طول الكيرف اللي هو مسميه ال ال، اديك الحته دي كلها اللي انا ماشي عليها. لما تقعد تزود التقسيمات وتقعد توصل 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 مش هتبان التوصيلات بتاعتك والايرور هيقل، اديلك الخط اللي بالاحمر ده، وفي الحاله ديت بنسميه ال، وهيكون هو دوت طول الكوس تمام. هيبقى سوري طول الارض. يبقى دلوقتي الجوردن كيرف هنقوله بسرعه، الجوردن كيرف هو كيرف جيفن باي الايكويجن ديت تمام، وزاويه مالتيبل بوينت، والمالتيبل بوينت هي النقطه بتقدر تحققها باي مور ذان وان فاليو، خلاص تقدر تحققها باكتر من قيمه لما يبقى شبه الفيونكه كده، بتتسمى دبل بوينت او تريبل بوينت لو في كوس تاني متقاطع معاها. الريكتفاي والارك تعالى راجع عليه بسرعه، بيقول لك لكل نقطه مقابل لكل نقطه زد نوت وزد 1 لحد زد ان مقابله تي نوت تي 1 لحد تي ان، يعني لسه ما قالش حاجه لحد دلوقتي. ايه هو الشرط؟ ان تي نوت تكون اقل من تي 1 تكون اقل من تي 2 لحد تي ان، يعني يكون العمليه فيزيائيه. طيب ان الاطوال بتاعتك البلوجنال بتاعتك هتكون عباره عن المنظر ده، وده شرحناه بالتفصيل، ده اللي هو عباره عن اس 1 بلس اس 2 ودوت المسافات، بتجيب النقطه النهائيه ناقص النقطه الابتدائيه وتقعد تجمع الاطوال مع بعض. لو انت عايز تجيب بقى النتيجه بيرفكت تروح اخد ليميت لما الان تروح لما لا نهايه، هيديك فعلا طول الارك بالظبط، مش هيكون في اي ديفورميشن. طيب كده خلصنا الارتفاع بالارك. عندك مفهوم تاني وهو الريجولار ارك. الريجولار ارك هو جوردن كيرف برضه، يبقى عشان كده كان لازم اعمل جوردن كيرف واطلع منه اسهم. كلهم معتمدين على جوردن كيرف. الارتفاع بالارك هو جوردن كيرف ديفايند باي الايكويجن لسه مكتوبه فوق دي. هي الايكويجن، وبص دي التي تنتمي بلونج تو تي نوت وتي، عندك انترفال من تي نوت لتي هي نفس المفهوم بتاع دي. لو انت عايز تكتبها بالمنظر ده، سوري عايز تكتبها بالمنظر ده ماشي، عايز تكتبها بالمنظر ده صح، ان التي محصور ما بين تي نوت وتي، او لو عايز تكتبها بالمنظر ده ان التي تنتمي لتي نوت لتي، الاجابه سليمه. ويز ايه بقى؟ لسه لحد دلوقتي ما فيش كلام اتقال، هو جوردن كيرف عايز الخاصيه، ده ليه خاصيتين انما الاكتفاء اللي كان ليه ثلاث خواص. ايه هي الخاصيتين؟ الخاصيه الاولى ان لما تيجي تشتق دوت بالنسبه للتي هيكون دي اسمها اكس دوت، ما دي فانكشن هيسميها اكس دوت ويسمي دي واي دوت تمام، يعني دي اكس باي دي تي ودي واي باي دي تي مالهم يكونوا كونتينوس، يعني كل الدوال دي متصله، يبقى دي كده الاكس دوت والواي دوت يكونوا متصل. يبقى دلوقتي الريجولار ارك بخاصيتين، ان الاكس دوت والواي دوت يكونوا ايه كونتينوس فانكشن. الخاصيه الثانيه يكونوا دي الخاصيه الثانيه. الخاصيه الاولى بقى with continuously turning tangent. يعني ايه continuously turning tangent؟ يعني المعادله اللي قصادك دي اللي هي رسمه الكيرف يكون عندها turning tangent. تعال نشوف الكلام ده سليم ولا لا. لكل نقطه عندك تقدر تاخد لها tangent بالصوره دي صح؟ ده كده التانجنت الاولاني، وهنا يبقى ده كده التانجنت الثاني، وده كده التانجنت الثالث، يبقى لكل نقطه فعلا ايه turning tangent. تحس ان في tangent قصادك اهو تمام لكل نقطه. يبقى دلوقتي لو عايز الخص الخاصيتين بتوع الريجولار ارك، الخاصيه الاولى بيحتوي على كونتينوس تيرنينج تانجنت مظبوط، والخاصيه الثانيه ان الاكس دوت
والواي دوت يكونوا الدوال ديت متصلة، وشارح لك ان التي ديت بتنتمي من تي نوت لكابيتال. من هنا اخدنا ثلاث تعريفات مهمين جدا، التعريف الاولاني جوردن كيرف، التعريف الثاني الاكتفاء بالارك معتمد طبعا على الجوردن كيرف، والريجولار ارك هو برضه جوردن كيرف بس متضاف عليه شوية خاص. تمام، اتمنى تكونوا فهمتوا العملية ماشية، واللي عنده سؤال برضه يتفضل، ونتقابل ان شاء الله في فيديو تاني بإذن الله، وسلام.